بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. كما تعودتم دائما يكون دائما متواجد ملعب الأهلي في كل الأحداث القارية أو حتى اللي بتلعب داخل مصر، وبالتالي قرر المسؤولين في قناة النادي الأهلي أن تكون هناك ساعتين أو ساعة ونص ما قبل المباريات القادمة لمنتخبنا الوطني، نظرا طبعا للدور الوطني الذي يقوم به النادي الأهلي دائما وقناته. وبالتالي كان هناك قرار بأن يكون هناك استوديو تحليلي قبل المباراة دائما خلال الفترات القادمة أو خلال الثلاث مباريات القادمة، إن شاء الله طول ما منتخبنا الوطني إن شاء الله يكمل في هذه البطولة، بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة. منتخبنا الأولمبي النهاردة إن شاء الله سيواجه في أولى المباريات وفي افتتاح هذه البطولة المنتخب مالي. زي ما قلت لحضراتكم أن تعود البطولات القارية مرة أخرى إلى أرض الكنانة، أرض الفراعنة، بتعود هذه البطولات بعد التنظيم الرائع لبطولة كأس الأمم الإفريقية السابقة للكبار الحقيقة، والكل وإشادة الكل بتنظيم مصر هذه البطولة. النهاردة بتبدأ بطولة أخرى تحت قيادة مصرية خالصة الحقيقة مع كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي. إن شاء الله النهاردة المباراة تكون قد طموح المصريين. المصريين النهاردة اللي هيتفرجوا على المباراة واللي راحوا استاد القاهرة علشان يتفرجوا على المباراة داخل الاستاد، نتمنى إن شاء الله في المباريات القادمة أن تكون هناك أعداد زيادة عن المتواجدة حتى هذه اللحظة. نتمنى إن شاء الله من الساعة القادمة أو الساعة ونص القادمة يكون هناك أعداد كبيرة للجمهور المصري لرؤية وتشجيع المنتخب الوطني الأولمبي في المهمة الصعبة جدا الحقيقة. ناس كتير جدا شايفة إن المباريات الحقيقة بتكون مباريات، أو منتخبنا الأولمبي هتكون مبارياته سهلة بما أنها تقام على الأراضي المصرية. زي ما اتكلمنا عن التنظيم عايزين أيضا نتكلم عن النواحي الفنية. المباريات اللي هيلعبها منتخبنا الوطني سواء النهاردة في البداية أمام منتخب مالي، واحد من أفضل المنتخبات الإفريقية المتواجدة حاليا ما دون 23 سنة، نتمنى رب كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي بقيادة واحد من الخبراء في المجال الرياضي وفي كرة القدم الكابتن شوقي غريب وجهازه الفني كابتن وائل رياض كابتن محمد شوقي. كل التوفيق للجهاز الفني النهاردة، وأيضا كل التوفيق للاعبين اللي هيقودهم إن شاء الله كابتن لمنتخبنا الوطني الأولمبي كابتن رمضان صبحي، أحد أهم اللاعبين اللي متواجدين في المنتخب الأولمبي والنادي الأهلي. كل التوفيق للمنتخب الأولمبي في هذه البطولة الصعبة جدا. وزي ما اتفقنا أو زي ما اتكلمنا خلال الأسبوعين اللي فاتوا دائما مع حضراتكم، البطولة نتمنى أن احنا ناخدها وناخد المركز الأول فيها، ولكن الثلاث مراكز الأولى ستصعد مباشرة إلى الأولمبيات القادمة، وهو ده اللي يهمنا. يعني البطولة نفسها كل اللي يهم في هذه البطولة أن انت تصعد إلى الأولمبيات القادمة، وبالتالي سواء المركز الأول اللي نتمناه يا رب، ولكن حتى المركز الثاني أو المركز الثالث إن شاء الله سيفي بالغرض، وهو الصعود إلى الأولمبيات القادمة، أولمبيات بكين القادمة. خلينا برضو نطمن على منتخبنا الأولمبي مع واحد من اللي كانوا دائما متواجدين خلال الفترة السابقة مع منتخبنا الأولمبي مصطفى شوبير. نطمن منه برضو، كان متواجد لغاية قبل المعسكر تقريبا بأسبوع ولا 10 أيام. مصطفى ازيك؟ كابتن اسلام ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كابتن اسلام حضرتك الحمد لله حبيبي ودايما موفق، وطبعا انا متاكد طبعا ان انت زعلان لعدم وجودك مع المنتخب الاولمبي، ولكن في النهايه لعيبه الكره بتزعل وكل حاجه، ولكن في النهايه اعتقد ان المسانده واجبه في مثل هذه الظروف. طبعا يا كابتن احنا كلنا واحد، طبعا الواحد لازم يتضايق، كان نفسه يبقى موجود ونفسه يعمل حاجه، بس الحمد لله في رجاله ثانيه موجودين وفي ناس تستحق برده، احنا كلنا نستحق، واللعيبه في اعلى التركيز. وانا كنت في المعسكر الاخير معاهم اللي هو في العين السخنه، المعسكر اللي فات ده بتاع البطوله، وكنت معاهم، وكنا دايما احنا متفقين من اول يوم، احنا عارفين احنا داخلين هنعمل ايه، وعارفين ان احنا ان شاء الله داخلين من اول ماتش لاخر ماتش لازم نكسب كل الماتشات البطوله على ارضنا، وده طبعا حاجه بتعمل ضغط عليك بس في نفس الوقت بتديك حافز. وكمان رحت للعيبه انا امبارح المعسكر، لان انت عارف. طمنا بقى على الجزئيه دي يا مصطفى، طمنا على الجزئيه دي. والله يا كابتن المعسكر مقفول عليه كويس جدا،
كابتن شوقي دارس كويس جدا، وعارف انت بتتكلم على كابتن شوقي واحد خبره كبيره جدا طبعا، فهو طبعا عارف يدير الموقف ازاي وعارف يتكلم مع اللعيبه ازاي. انا رحت لهم امبارح اسلم عليهم، كان في العشاء في نظام في لا بصراحه الناس عامله شغل وشغاله، ومن وانا لما انا كنت موجود كان نفس النظام برضه ما فيش اختلاف. يمكن انا المره دي بقى رحت لهم كايه يعني، انا على طول احنا على طول معاهم فريق، انا رايح لهم معاهم فريق بس معاهم بدرجه مشجع بقى، ان انا رايح اشجعك وانا اول واحد ابقى موجود، ولازم كنت اروح لهم امبارح ورايح لهم اهو في الفريق داخل على الملعب اهو يا كابتن، وان شاء الله يكون الفوز من نصيبنا والبطوله ان شاء الله تكون من نصيبنا يا كابتن. مصطفى الفتره اللي فاتت الكل عارف ان هي مباريات صعبه جدا مع الثلاث منتخبات اللي هيلاقيهم منتخبنا الوطني، ولكن منتخبنا الوطني الاولمبي طبعا، ولكن المباراه الاولى دائما هي اللي بتعطي الانطباع. المباراة الأولى مباراة صعبة، مباراة منتخب مالي واحد من أفضل وأهم الفرق في المنتخبات القارية الإفريقية تحت 23 سنة، عندهم مجموعة جيدة من اللاعبين، عندهم أليو ديانج لاعب النادي الأهلي اللي متواجد مع منتخب مالي، بيفكروا أو اللاعبين بيفكروا إزاي مع جهازهم الفني خلال الفترة اللي فاتت عن هذه المباراة اللي هي هتدي أو هتفتح الباب للمباريات القادمة مصطفى؟ أنا شفت إن هو كابتن شوقي كان محضر لنا فيديوهات لفريق مالي، يمكن أنا ما لحقتش أتفرج بس أنا عارف إن هو عامل محاضرات كتير، عاملين دايماً برضو في جروب على الواتساب بيبقى فيه التعليمات، فأنا دايماً ببقى متابع بطمن عليهم، بلاقيهم دايماً كاتبين يلا المحاضرة يلا كذا يلا الصلاة، فهم بصراحة مركزين يا كابتن على أعلى مستوى، ودارسين منتخب مالي كويس جداً، وإن شاء الله يكون التوفيق من نصيبنا. هم طبعاً عندهم لعيبة كويسة جداً، ومنتخب مالي منتخب كبير، بس أنت منتخب مصر واسمه أكبر بكتير يا كابتن، وهو عنده أليو ديانج طبعا معانا في النادي الاهلي ولعيب كويس جدا واضافه ليهم، بس في نفس الوقت انت معاك رمضان صبحي وانت معاك صلاح محسن ومعاك عمار ومعاك لعيبه تقيله برضه يا كابتن. تمام. احنا ما بنقللش منهم طبعا، هو منتخب كبير جدا بس احنا كمان اسمنا كبير يا كابتن. مصطفى انت دلوقتي رايح الاستاد، الاجواء حوالين الاستاد عامله ازاي لو كنت وصلت يعني؟ لا انا خلاص انا يعني داخل على الاستاد يا كابتن، بس انا شايف ان في زحمه يعني، النهارده الجمعه المفروض الدنيا تكون اروق من كده، بس واضح ان في ناس كتير هتروح، الدنيا فيها شويه زحمه كده، انا لسه ما دخلتش حوالين الاستاد يعني. بس لا ان شاء الله انا متفائل خير والناس كلها متفائله خير، وطول ما انا ماشي برضو لو حد بيشب عليا كده في الشارع يقول لي ربنا معاكم مش ربنا معاكم، اللي هو حتى بيحط لي ان انا كنت موجود معاهم، فبيدعي لي وبيتمنى، دايما كلنا بنتمنى للمنتخب انه يعمل حاجه كويسه، وكلنا في ظهر المنتخب من اول ماتش لاخر ماتش ان شاء الله يا كابتن. مصطفى اخيرا المسانده الجماهيريه هل هتفرق بالايجاب ولا بالسلب؟ بمعنى لا بالايجاب طبعا يا كابتن. المباريات في الدوري معظم اللاعبين بيلعبوا فيه او كل اللاعبين في منتخبنا الاولمبي بيلعبوا فيه ما فيهاش جماهير، هل تفتكر ان ده من الممكن ان يؤثر بشكل سلبي على منتخبنا الاولمبي ولا لا؟ لا يا كابتن احنا دول لعيبه كبيره، وانت ما بتتكلمش على لعيبه صغيره كابتن ناشئين، لا دول لعيبه كلها بتلعب درجه اولى، ولعيبه كلها منهم كتير اللي لعب قدام جمهور، وحتى اللي ما لعبش قدام جمهور هو بيلعب في نادي كبير ونادي مش قليل، فهو واخد دايما على الضغط وواخد على الاجواء دي، ولو هو كابتن مش كده يبقى ما ينساش التيشيرت، وما فيش حد فينا كده، ما فيش الفورمه اللي موجوده كده ولا الناس اللي ماشيه حتى، كلنا قد المسؤوليه دي، وكلنا جمهور، ده بالعكس حاجه تساعدنا وتبسطنا لما الجمهور يجي، وحتى لو اول ماتش في ناس كتير ممكن ما تبقاش عارفه تدخل نظام الفرنري دي وتذكرتي وكده، فلازم نناشد الناس اللي عنده يعمل شير لفيديوهات نسهل للناس ازاي تدخل الماتش. انا عن نفسي احاول انزل عندي الفتره اللي جايه على قد ما اقدر، وبقول لاصحابي ودايما بخلي اصحابي يعملوا فرنري دي، وبحاول اخد اصحابي معايا الماتشات، لان لازم يبقى في دعم جمهوري يا كابتن للمنتخب. اخيرا يا مصطفى مين اللي هيلعب النهارده في حراسه المرمى، عرفته ولا لسه؟ كابتن لا ما لسه ما فيش اي اخبار لسه ما اعرفش يا كابتن. عموما انا بشكرك جدا كابتن مصطفى شوبير نجم النادي الاهلي وحارس مرمى منتخبنا الوطني الاولمبي اللي كان لغايه وقت قريب جدا مع المنتخب الاولمبي، بشكرك جدا يا مصطفى على كل هذه المعلومات. زي ما قلت لحضراتكم هي مباراه هامه جدا، الكل ينتظر ماذا سيفعل منتخبنا الاولمبي، منتخبنا الوطني الأول الحقيقة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة لم يؤدي ما هو مطلوب منه، كان هناك تنظيم رائع من قبل الدولة وكانت الأمور كلها جيدة، الجمهور كان مالي المدرجات على آخرها، ولكن اللاعبين لم يكونوا على قدر المسؤولية خلال المباريات السابقة في كأس الأمم الأفريقية للكبار. نتمنى إن شاء الله أن النهاردة يكون طموح كبير جدا جدا لمنتخبنا الأولمبي، مجموعة جيدة جدا من اللاعبين، عندهم بعض الإصابات، المنتخب الأولمبي عنده بعض الإصابات اللي حصلت، ولكن الكل النهاردة أنا قاري خبر قبل ما أجي أن طاهر محمد طاهر آخر المصابين مع منتخبنا الأولمبي، أصر أن هو يكمل المعسكر لمساندة زملائه، ودي روح طيبة جدا نتمنى أن احنا نشوفها خلال
الفترة القادمة. كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي في هذه البطولة الصعبة. كل الجماهير المصرية تضع طموحاتها وتضع أملها على منتخبنا الأولمبي. كل التوفيق ويا رب يا رب إن شاء الله ربنا يقدرنا النهاردة أن المنتخب الأولمبي يستطيع أن يفتتح أولى المباريات بفوز. أعتقد أن الفوز ده هيوصل أو هيدي بطاقة التأهل للأولمبيات القادمة من خلال هذا الفوز على واحد من المنتخبات القوية جدا، منتخب مالي. خلينا نروح نشوف أولا تقرير أو أول تقرير معانا النهاردة. مصر رائدة في تنظيم البطولات الإفريقية. بعد هذا التقرير نرجع بقى نتكلم عن جرافيك المباراة وبعد كده نستقبل ضيفنا الأول. نطلع نشوف هذا التقرير. حقيقة دائما ما نرى التنظيم الرائع من الدولة المصرية لمثل هذه الأحداث القارية، حتى إن شاء الله ربنا يكرمنا الفترة اللي جاية ويكون هناك أحداث عالمية تنظم داخل مصر. أنا متأكد أن ده هيحصل قريبا جدا إن شاء الله. كل الأمنيات الطيبة لمنتخبنا الأولمبي بعد بقى كل الكلام اللي احنا بنقوله والتنظيم والكلام ده كله. كل اللي يهمنا إن شاء الله داخل المستطيل الأخضر أن يكون اللاعبين اللي هيحطهم أو ال11 لاعب اللي هيحطهم الكابتن شوقي غريب في بداية اللقاء والثلاثة اللي هيغيرهم يكونوا على قد المسؤولية اللي ملقاة على عاتقهم إن شاء الله. خلينا نروح نشوف جرافيك هذه المباراة. كعادة دائما ملعب الأهلي. كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، النسخة الأولى كانت في المغرب 2011، البطل الجابون، الوصيف المغرب، المركز الثالث كان لمنتخبنا الوطني، أما المركز الرابع كان لمنتخب السنغال. في النسخة في المتأهلون لدورة الألعاب الأولمبية 2012 كان منتخب الجابون ومنتخب مصر ومنتخب المغرب، كانت طبعا في لندن مع النجم الكبير كابتن هاني رمزي، كان مديرا فنيا لمنتخبنا الوطني الأولمبي في ذلك الوقت. أما في النسخة الثانية السنغال 2019 منتخب نيجيريا في المركز الأول، ثم منتخب الجزائر، ثم منتخب جنوب إفريقيا، والمركز الرابع كان لمنتخب السنغال. المتأهلين لدورة أو المتأهلون لدورة الألعاب الأولمبية 2016 كانوا الثلاث منتخبات الأولى، نيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا. أما كأس الأمم الإفريقية الحالية تحت 23 سنة، النهاردة أولى المباريات بعد حفل الافتتاح اللي هيبقى في تمام الساعة 6:00، ومن الساعة 6:00 ل6:30 تقريبا هيكون حفل افتتاح بسيط يعبر عن الحضارة المصرية والتنظيم الرائع إن شاء الله لمنتخبنا أو لبلدنا خلال هذه البطولة. إن شاء الله الجمعة النهاردة 8 نوفمبر 2019 أولى المباريات، مباراة الافتتاح في الجولة الأولى في المجموعة الأولى. منتخبنا الوطني سيلاقي منتخب مالي، اما في هذه في نفس الجوله اللي هي الجوله الاولى وفي نفس المجموعه منتخب الكاميرون بعد نهايه هذا اللقاء في تمام الساعه 9:30 او الساعه 10، هقول لحضراتكم الساعه 10 هتبقى منتخب الكاميرون سيلاقي منتخب غانا. إن شاء الله مباريات غدا السبت 9 نوفمبر 2019 منتخب جنوب افريقيا. منتخب جنوب افريقيا مظبوط، انا بس مش شايفها كويس. منتخب نيجيريا سيلاقي منتخب كوت ديفوار في الجوله الاولى في المجموعه الثانيه، ومنتخب جنوب افريقيا سيلاقي منتخب زامبيا ايضا في الجوله الاولى في المجموعه الثانيه. يوم الاثنين 11 نوفمبر تبدا الجوله الثانيه مع منتخب مالي سيلاقي منتخب الكاميرون في المجموعة الأولى، ومنتخب غانا سيلاقي منتخب مصر أيضا في المجموعة الأولى. يوم الثلاث 12 نوفمبر منتخب ساحل العاج سيلاقي منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية وفي الجولة الثانية، أما منتخب زامبيا سيلاقي منتخب نيجيريا أيضا في الجولة الثانية والمجموعة الثانية. يوم الخميس 14 نوفمبر نهاية مباريات الدور الأول لهذه البطولة، منتخبنا الوطني سيلاقي منتخب الكاميرون في الجولة الثالثة في المجموعة الأولى، ومنتخب مالي سيلاقي منتخب غانا في الجولة الثالثة في المجموعة الأولى أيضا، آخر مباريات هذا الدور. يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 نيجيريا أو منتخب نيجيريا سيلاقي منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية في الجولة الثالثة، أما منتخب ساحل العاج سيلاقي منتخب زامبيا في الجولة الثالثة في المجموعة الثانية. متوسط أعمار لاعبي المنتخبات المختلفة.
المجموعة الأولى منتخب مصر من يعني 21 سنة وتسع شهور، المجموعة نفس المجموعة منتخب الكاميرون 21 سنة وثمان شهور، مجموعة منتخب مالي أو مجموعة اللاعبين في منتخب مالي 20 سنة وخمس شهور، منتخب غانا 21 سنة وخمس شهور. أما في المجموعة الثانية في متوسط الأعمار منتخب نيجيريا 21 سنة وثلاث شهور، منتخب جنوب إفريقيا 21 سنة وست شهور، منتخب كوت ديفوار 21 سنة وأربع شهور، منتخب زامبيا 21 سنة وست شهور. طيب أما القيم التسويقية للمنتخبات أمم إفريقيا تحت 23 سنة، منتخب مصر 10 مليون يورو و90 و9 من عشرة يعني، منتخب الكاميرون 7 مليون يورو و1 من عشرة، منتخب مالي 2 مليون يورو و8 من عشرة مليون يورو، منتخب غانا 3.9 من عشرة مليون يورو. أما منتخب نيجيريا 9.5 مليون يورو، ومنتخب جنوب إفريقيا 6.4 من عشرة مليون يورو، ومنتخب كوت ديفوار 56 مليون يورو و3 من عشرة، أما منتخب زامبيا 7 مليون يورو و7 من عشرة. كأس الأمم الأفريقية زي ما حضراتكم شايفين أعلى 10 لاعبين تسويقيا في أمم إفريقيا تحت 23 سنة، كريستيان كوامبي من كوت ديفوار ب 22 مليون يورو، ابراهيم سنجاري ايضا من كوت ديفوار بيلعب في نادي تولوز الفرنسي، وكريستيان كوامبي بيلعب في نادي جنوا الايطالي، ابراهيم سنجاري ب 15 مليون يورو، وحامد جونيور تراوري ايضا من ساحل العاج بيلعب في نادي ساسولو الايطالي ب 14 مليون يورو. اما رقم اربعه هو رمضان صبحي النادي الأهلي المصري بخمسة مليون يورو، أما تيبو أولي من نيجيريا بيلعب في ماينز الألماني بأربعة ونص مليون يورو، وإدريسا دومبيا من ساحل العاج أيضا من سبورتنج لشبونة البرتغالي 3.8 من عشرة مليون يورو، باستون داكا من زامبيا ريد بول سالزبورغ النمساوي 3 مليون يورو، اما رقم 8 كواديو ايف دبيلا من ساحل العاج سيركل بروج البلجيكي 3 مليون يورو، وانوك مومبي من زامبيا ريد بول سالزبورغ النمساوي 2.5 مليون يورو، اما رقم 10 زوبيكي اوكيتشوكو من نيجيريا نادي بيلعب في نادي اسطنبول باشاك شهير التركي وقيمه تسويقيه ب 2 مليون يورو. أما المدير الفني لمنتخبنا الوطني كابتن شوقي غريب العمر 60 سنة تاريخ التدريب المنتخب الأولمبي، كان يوم 23 يناير بدأ التعاقد مع كابتن شوقي غريب ل 2018، لعب 11 مباراة فاز في 6 تعادل في 2 خسر في 3 سجل 18 استقبلت شباكه 10 أهداف. قائمة منتخبنا الوطني الأولمبي عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي لحراسة المرمى، أما خط الدفاع أسامة جلال، محمود الجزار، أحمد رمضان، محمد عبد السلام، أحمد فتوح، أحمد أبو الفتوح، وكريم العراقي. أما خط وسط منتخبنا أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، ومحمد صادق. أما خط الهجوم رمضان صبحي وإمام عاشور وعبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، وناصر منسي. أما قائمة منتخب مالي يوسف كويتا وصامويل ديارا وادريسا كوابي كوباني من حراسة المرمى أو لحراسة المرمى، وخط الدفاع سياكا باكايوكو وإبراهيم أكالي وكليمون بوباكار وفيليكس كاماكتي ويوراما دوميبا وسليماني جسامة وموسى سيسوكو. أما خط الوسط يوسف تراوري وأليو ديانج ومهرافا تندينا وأداما ديارا وسيدو نادومبا وديادي ديانكا وموسى باجيوكو. أما خط الهجوم علي مالي وإبراهيم أكولي وبوبكر تراوري والبلال توري. طاقم تحكيم لهذه المباراة حكما للساحة جورج جاتو ومن بوروندي، وحكما للساحه حبيب سانو من بوركينا وعبد العزيز سالي من النيجر، والحكم الرابع سليمه مكنساجا من رواندا. طيب خلينا قبل ما ننتقل لفقرتنا الثانيه خلينا نروح لزميلنا محمد مراد ونتعرف منه على
الناقد الرياضي طبعا، ونتعرف منه على اخر ما يدور في استاد القاهره. محمد ازيك؟ ربنا يخليك يا محمد، يعني سعداء طبعا بوجودك معانا. عايزينك تقدر على قد ما توصف، على قد ما تقدر توصف لنا ماذا يحدث في استاد القاهره الان. يعني هو دقايق ويبتدي الحفل، طبعا حفل الافتتاح دلوقتي. كلمات الكابتن احمد رئيس الاتحاد الافريقي، والوزير سياده الوزير اشرف صبحي دلوقتي بيقول كلمه افتتاح البطوله. طبعا المدرجات يا كابتن اسلام كنا نتمنى انها تبقى ممتعه عن الاخر، لكن طبعا البطوله ليست بقوه طبعا بتاع المنتخب الاول او هم. معلش يا محمد انا ممكن اقطعك في النقطه دي، هل كان هناك عدد محدد من قبل الامن ولا الامور كانت مفتوحه؟ هو لا، الاستاد مفتوح على اخره، التذاكر مفتوحه على اخرها يا كابتن اسلام. تمام. لكن يعني لغايه دلوقتي حوالي موجود حوالي من 20 ل 30 ألف متفرج، ولسه الجماهير بتدخل يعني. والحقيقه ان في تسهيلات مؤخرا بدخول الجماهير، مش لازم الفرق يدير، اللي معهوش فرق يدير ما بيدخلش فيه رسمي، لكن كانت في محاولات من قبل الدوله والمسؤولين عن الرياضه تحديدا ان يتم السماح بتواجد اكبر عدد من الجماهير. لا ويعني مباراه الافتتاح طبعا هتبتدي الساعه 7 انت عارف دلوقتي بدينا حفل الافتتاح. الجماهير زي ما قلت حضرتك لسه بتتوافر على الملعب لغايه دلوقتي، يعني ان شاء الله نعمل بتاع المتبقيه دي ان الافتتاح حتى نقصه ويكون ممتلئ. لغايه دلوقتي الكابتن شوقي ما اعلنش عن التشكيله، يعني شايف ويعلن عنه، لكن يعني كان في بعض التشكيل المقترح يعني او المتوقع، محمد سومر في حراسه المرمى، واحمد ابو الفتوح، واسامه جلال، ومحمود الجزار، وعمار حمدي، ورمضان صبحي، واكرم توفيق، واحمد مصطفى او احمد بكر، وطبعا ناصر ماهر، وصلاح محسن، وفتح امام، مصطفى محمد. طبعا حفل الساحه يعني هيشيلوا دلوقتي في الاسلام، وطبعا في اسلام شباب، هم شبابي اكثر من اللي هم يعني الاسامي المعروفه، فرقه شموطه من الفرق المنتشره مؤخرا وسط الشباب المصري. طبعا ونسمه محبوب طبعا من نجمه احد البرامج الغنائيه الشهيره، وان شاء الله الاغنيه يعني ان شاء الله تعجبكم، وشفناها شفنا في حفل الظروف يعني حاجه كويسه، وان شاء الله هتظهر بشكل مميز. طبعا الكل هيقارن بطوله امم افريقيا للكبار وبطوله المنتخب. وانا لسه كنت عايز اسالك في النقطه دي، هل التنظيم يقارب اللي احنا عارفينه ان التنظيم نفس التنظيم تقريبا؟ يعني طبعا نفس كلها كابتن اسلام في البطوله دي، طبعا الملاعب كلها ما شاء الله جاهزه، واستاد القاهره يعني حاجه تفرح، يعني حتى الافارقه فوق بيصوروا صور مع ارضيه الملعب، المنتخبات دي كلها بتصور ارضيه الملعب، بتصور صور تذكاريه. طبعا يعني كنا نتمنى زي ما قلت لك في الاول يا كابتن ان الماتش الاستاد يبقى مليان على الاخر، لكن ان شاء الله النهارده المنتخب الاولمبي يقدم عرض كويس ويحقق الفوز، ويبقى ان شاء الله يعني بادره خير ان الجماهير تحضر كده ماتش غانا وماتش الكاميرون باذن الله اللي جاي. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا المتالق دائما محمد مراد الناقد الرياضي، الحقيقه ادانا صوره كامله لما يحدث في استاد القاهره. بعد نهاية هذه الفقرة خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل فقرتنا الأولى دكتور أحمد ثابت هنتكلم عن أهم الأرقام والإحصاءات الخاصة بمنتخبنا الوطني الأول الأولمبي في هذه المباراة. بعد الفاصل دكتور أحمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ شرف ومنور. شويه حكاوي دلوقتي اتحكت لنا، بس بكره بقى عندنا حلقه مهمه جدا مع كابتن محسن صالح. خلي بالك بقى كابتن محسن حكى لي شويه حاجات جامده جدا الكابتن فتحي. النجم الكبير كابتن احمد بلال، ازيك يا بلال؟ الله يخليك، ازيك يا سيدي؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. النجم الكبير كابتن اسامه حسني، ازيك يا سيدي؟ ازيك يا كابتن بلال؟ كله كويس؟ الاخبار الحمد لله. بلال واسامه واحد، مفيش مشكله. طيب خلينا نبدا على طول يا كابتن فتحي، تشكيل منتخبنا الوطني الاولمبي، محمد صبحي، اسامه جمال، محمد عبد اسامه جلال، محمد عبد السلام، احمد رمضان بيكم، ثلاثي خط الدفاع، وكريم العراقي ناحيه اليمين، واحمد ابو الفتوح ناحيه الشمال، وناصر ماهر واكرم توفيق اثنين في وسط الملعب، ثم
خط الوسط الهجومي صلاح محسن ورمضان صبحي، وفي الامام مصطفى محمد. وجهة نظرك في هذا التشكيلة كابتن فتحي؟ يبان لاول مره طبعا يمكن دي ما حصلتش 3 4 3 3 4 3 ايوه، انه بيلعب 3 4 3 1 يعني لعب بثلاثة، لعب لا 3 4 2 1 اه مش يعني 3 1 اه 3 4 2 1 مظبوط، يعني هو واخد المثلث قلبه شويه كده، لكن هو الكثافه العدديه اللي هو كابتن شوقي غريب عايز يوجدها في وسط الملعب عشان يقدر يسيطر على المباراه، لان احنا مشكلتنا غير كمان كابتن اسلام محمد. أيوة. صبحي هو اللاعب الوحيد اللي لعب 10 دقائق في بطوله ماتش الزمالك اللي لعبه في البطوله الافريقيه، اه 10 دقائق بس، ثلاث لعيب ثلاث حراس مرمى ما لعبوش ولا لاعب لعب مباراه رسميه هذا الموسم رسميه. مظبوط. اه فدي طبعا بتشكل عليه عبء جامد، فهو يعني قال لك خلاص اخر واحد مين لعب فيهم هو محمد صبحي، ومحمد صبحي كان من لعبه كان في بتروجيت وجه الزمالك ومن لعبه كويسين واثبت ثبات الحقيقه في مباراته في مباراه الزمالك الاخيره. اه في توقيت صعب جدا برضو، وتوقيت صعب انك تنزل الجنراسيون فوت اخر 10 دقائق دي بالزبط. يعني عمليه مش سهله، خد كام يعني كوره بالعرض الحقيقه. اه طبعا بشكل ثابت نفسه الثبات الانفعالي يبان لك للاعب في ال 10 دقائق دول، حتى لو 5 دقائق ايوه في التوقيت ده للمباراه والنتيجه 1-0 النتيجه قد قاتله، يعني اي جول خلاص خلاص بالظبط. فطبعا هو دلال، يبقى ربنا وفقه انه اختار هذا اللاعب. الاسلوب اللي هو بيلعب بيه الاربعه دولت عشان يضمن ان دايما الكوره تكون معاه كتير، يقدروا يكونوا قربوا لبعض، يقرب المسافات فيقرب النقل كتير. مشكلتنا كابتن اسلام في هذه الفرقه ان شاء الله باذن الله لو نجح كابتن شوقي غريب في قدر استغلال مهارات اللعيبه، لو خدت كل لاعب لوحده مهارته عاليه قوي مظبوط وامكانياته كويسه، بس ازاي تربطه الجماعيه في الاداء هي اللي كانت هي المهمه جدا، ودي مهمه جدا جدا جدا. لو تمام. نجح فيها الفرقه دي ان شاء الله توصل للنهائي. الجماعيه في الاداء بلال، ولكن معرفش هل تغيير طريقه اللعب هتفرق ايجابا ولا سلبا، بمعنى ان معظم هؤلاء اللاعبين اللي بيلعبوا في الانديه بتاعتهم بطريقه المعتاده اللي بيلعب 4 2 3 1 4 4 2 يعني كلها اربعات ورا، لكن الطريقه الكلاسيكيه يعني هي 4 4 مدافعين. بص هي الطريقه دي فيها ميزه وفيها عيب، يمكن كان فتحي اتكلم على الميزه اللي موجوده ان هو ممكن يقدر يستحوذ على نص ملعب بالحته دي، لكن احنا عندنا برضو في مشكله في الطريقه دي، هي طرفين الملعب في الحالات الدفاعيه. هيبقى عندك دايما مشكله، هيبقى عندك الحتت اللي ورا الاربعه بتوع نص ملعب دايما فاضيه. أيوه. فلو لعبت بنفس الطريقه قدام فرقه مثلا زي جنوب افريقيا كده تقدر تستغل السرعات بتاعتها وتلعب من ورا الاثنين اللي موجودين في نص ملعب، اذا كان احمد فتوح او كريم العراقي، هيبقى عندك مشكله كبيره في الاثنين موجودين على اطراف الملعب. بالظبط. هتبقى عندك مشكله كبيره في منتخب مصر. كمان حته ان ازاي تتحول من الدفاع للهجوم، لو ما كانش اللعيبه متمرنه على الحته دي بشكل كويس يا كابتن هتبقى برده في مشكله زي ما حصل. انا كل ده انا بحط السيناريو بتاع اللي شفناه في مباراه جنوب افريقيا، ان كان منتخب مصر عنده مشكله في الحاله الدفاعيه، ازاي تتحول من الهجوم للدفاع، كان عنده مشكله كبيره في الحته دي جدا. لكن نص الملعب لا، كان عندنا نص ملعب، كان عندنا استحواذ في بعض الاوقات، في كتله عدديه في نص ملعب كبيره جدا، لكن كان واضح كان لسه الفريق ما خدش على الطريقه دي. يا اسلام يعني لما شفنا مباراه مصر وجنوب افريقيا هنا في القاهره، المباراه اللي كانت مذاعه، كنا شايفين ان لا في شويه يعني في شويه اخطاء في طريقه اللعب، او اللعيب ما كانش قادر يعني تتعود عليها بشكل كويس. كابتن شوقي بيلعب بالطريقه دي على طول من بدايه تكوينه للمنتخب الاولمبي، لعب مره مرتين، لكن لان انا اتكلمت سالته في الحاجات دي كلها، لكن هو قال ان هو بيلعب بهذه الطريقه او بيعود لاعبيه على هذه الطريقه، لانه عارف ان هو هيواجه منتخبات قويه وبالتالي عايز يمتلك في وسط الملعب. بص بالمناسبه يعني التجربه حلوه، وان انا افكر بشكل ايجابي وافكر ان انا امتلك نص ملعب وافكر يبقى ليا شكل في الناحيه الهجوميه وافكر ان انا استحوذ على على المباراه بشكل كبير، دي حاجه جيده جدا. لكن هل انا اللعيبه تقدر تنفذ الحته دي اللي شفناه يعني في مباراه جنوب افريقيا مع فريق يعني المفترض ان هو فريق موجود معاك في البطوله يا كابتن؟ لا، شفنا حاله غير كده خالص، شفنا ان انت ما بتمتلكش نص ملعب بشكل كويس، شفنا الارتداد او التحول من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه في بطء شديد جدا، شفنا مساحات ورا الاثنين بتوع نص ملعب سواء اذا كان يعني احمد فتوح، انا بتكلم عن البوزيشنز يعني، او كريم العراقي، الحته اللي وراهم دي دايما مفتوحه اسلام، فكانت دايما بتمثل عبء على المنتخب المصري وكانت مشكله كبيره جدا. اي نعم الفرق اللي بتلعب قدامك
ما عندهاش حته ان هي تقدر يعني تلعب في نص ملعب كتير، لكن لو فرق عندها ذكاء بتلعب ورا الاثنين اللي موجودين دول على طول، زي ما حصل مع جنوب افريقيا، قدروا ان هم يوصلوا اكتر من مره للمرمى، قدروا ان هم يحصلوا على ركله جزاء من الحته دي من ناحيه شمال المنتخب المصري من ناحيه يمينهم. فالنهارده ممكن يبقى عندك مشكله لو ما كانش كابتن شوقي غريب في الفتره اللي فاتت دي قدر يعلم اللعيبه يا كابتن ازاي يتمركزوا بشكل جيد، ازاي يرتدوا بشكل جيد. لكن احنا عندنا في الطريقه دي وفي وامكانيات اللعيبه اللي موجوده، لعيبه عندها مهارات عاليه جدا، لعيبه عندها امكانيات كبيره. انت عندك الثلاثه اللي موجودين قدام يعني ثلاثه اساسيين في فرقهم، يعني يعتبر يعني صلاح محسن لعيب اساسي، هو بيلعب على فترته لكنه لعيب عنده امكانيات كبيره جدا وعنده سرعات عاليه جدا. رمضان صبحي من افضل اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري في الوقت الحالي، ومصطفى محمد لعيب بروميسنج، يعني ممكن يبقى لعيب له امكانيات ومستقبل كبير في الكره المصريه. ولكن هتعتمد برضو زي ما انت قلت وزي ما الكابتن فتحي قال، ازاي اللعيبه دي تشتغل بشكل جماعي مع بعض. انت النهارده هتنتقل يا كابتن من مستوى تاني، من مستوى محلي لانك انت لعيب سوبر ستار، لمستوى دولي مختلف. هتلاقي لعيبه امكانياتها قد تفوق الامكانيات بتاعتك، فهتفرق هنا الحته الجماعيه. هتعمل ايه بقى في الوقت هي ده؟ دي الحته الجماعيه هي اللي هتفرق. هل انت بتشتغل جماعي بشكل كويس؟ تمام. بتعتمد فقط على امكانيات ومهارات اللعيبه دي الفرديه، ولا هتشتغل جماعي باعتمادك على برضه المهارات اللي موجوده عندك؟ هتسخرها ازاي لصالح الجماعيه؟ لو قدرت تشتغل دي اعتقد منتخب مصر النهارده ممكن يكون له شان كبير وممكن يكسب المباراه. اذا اتفاق حضرتك مع الكابتن فتحي ان احنا الناحيه الجماعيه هي اللي هتفرق، او طبعًا الترابط طبعًا اللي جوه الملعب هو اللي هيفرق بشكل كبير. الطريقه دي خلي بالك بالمناسبه بلال وانت بتتكلم هي كانت اقرب للي كان بيعمله، او مش اقرب، هي تقريبا نفس الطريقه اللي كان بيعمله مانويل جوزيه. لسه اقول لك حاجه، ايام ما كان موجود كان هذه الطريقه اللي بيلعب بيها. بس انت كنت بتحفظ كويس، بس كنت طبعا يعني التيم بتاع نص ملعب دايما في الحاله، في حاله الارتداد كانوا حافظين الحته دي كويس يا اسلام، فما كانش مزبوط عندك مشكله ورا الاثنين بتوع نص ملعب. ما كانش السيرفرات يعني انت النهارده كنت بتلعب الحته دي، كنت بتلعب قدام يعني باك رايت بس متقدم شويه او في نص ملعب، لكن كنت دايما بترتد وبتلاقي والطريقه بتتحول ل 4 3 2 1 او ل 4 3 3 في حاله دفاعيه. صح. كابتن اسامه، صلاح محسن بالنسبه لنا كمشاهدين او كجمهور النادي الاهلي بيشوف ان صلاح محسن بيلعب مهاجم زي ما انت قلت، مهاجم صريح اللي هو رقم مكان مصطفى محمد يعني. مظبوط. طيب هل النهارده من الممكن ان هو يكون في المكان ده يقدر يدي خلي بالك كل الاعتماد للمنتخب الاولمبي؟ حتى لما بتقرا ال دخل شباكه قد ايه؟ دخل شباكه 10 اهداف، لكن جاب اجوان قد ايه؟ جاب اجوان كتير، جاب اجوان اكتر بكتير من 10 اهداف، حوالي 18 هدف، وبالتالي وعنده المشكله اللي بلال والكابتن فتحي كان بيتكلم عنها. ولكن الناحيه الثانيه انت بتعتمد على دول، كان ايامها مين بقى؟ او ساعه لما كان بيلعب طاهر، محمد طاهر اللي مصاب، هو كان الاقرب ان هو يكون موجود. لو صلاح محسن يعني هو لما كانش يصاب الطاهر محمد طاهر كان على ما اعتقد الكابتن شوقي غريب كان يعني هيتم الدافع بيه النهارده بدايه المباراه. خلينا بس نروح للظروف او حاله المنتخب قبل المباراه. في ضغوطات كبيره اتحطت على المنتخب قبل البطوله عليك. خاصه بعد خروج المنتخب الاول، البطوله كانت على ملعبنا، المنتخب ما ظهرش بالشكل الاول، البطوله دلوقتي المنتخب الاولمبي برضو موجوده على ملعبنا وسط جمهورنا، فاكيد في ضغوطات كبيره على المنتخب الاولمبي. اتمنى اللعيبه النهارده والجهاز الفني كان يقدر يحرر اللعيبه من الضغوطات اللي عليها عشان اللعيبه تدخل المباراه النهارده باريحيه، خاصة ان مباراة الافتتاح النهارده هي يعني زي ما بيقولوا عنق الزجاجة، هي اللي هتديك دفعة قوية انك تقدر ان شاء الله تستكمل مشوار البطولة بأداء جيد بمكسب مقنع للجميع. هي اللي هتفتح الباب. وخلي بالك منتخب مالي يعتبر هو المنتخب الأقوى في المجموعة، أنت معاك مالي، معاك الكاميرون، معاك غانا، أنت بتتكلم النهارده مالي هي الأقوى. في طبعا استبعاد لاعب حظنا الحلو ان في لاعب النادي بتاعه ما رضيش يضمه للمنتخب فتم استبعاده، لكن يعني تظل مالي هي القوة الضربة أو المنتخب القوي مع منتخب مصر في المجموعة. أنا أتفق مع الكباتن دايما يا كابتن إسلام، يعني نجاحات الكرة المصرية سواء منتخب مصر مع كابتن حسن شحاتة أو مع النادي الأهلي مع مانويل جوزيه كانت هي طريقة اللعب دي 3-4-3 أو 3-4-2-1. هو كابتن شوقي غريب من يوم ما تولى قيادة منتخب الأولمبي هو ثبت الطريقة دي وثبت طريقة اللعب دي، لكن توظيف اللعيبه او الجماعيه داخل الملعب النهارده لما بنتكلم عن فرد في المنتخب الاولمبي، لا انت ما شاء الله كلهم بيادوا بشكل هايل وممتاز مع انديتهم، سواء رمضان صبحي مع النادي الاهلي او مصطفى محمد مع الزمالك، صلاح محسن في الوقت اللي بياخد فيه مع النادي الاهلي، وكريم عراقي مع المصري، اسامه جلال مع انبي، ولما كان في مصر المقصه، بيكم مع دجله، يعني انا بتكلم على افراد، فتوح مع سموحه، اكرم توفيق مع الجونه، محمد صبحي حتى في الوقت اللي شارك فيه 10 دقايق مع الزمالك ظهر بشكل كويس،
وكانت حراسه المرمى هي نقطه بيتخوف منها كابتن شوقي غريب. عنده الاربع حراس ما بيشاركوش، حتى مصطفى الشوبير تم استبعاده، المشاركات قليله. كان بيقول لهم دايما اي مباراه حتى لو وديه مع ناديك احرص انك تكون موجود فيها، التجهيز هيجي من هنا مش من التدريب بس. هي دي النقطه. لكن محمد صبحي يعني انا كنت موجود في منتخب 99، كنا احنا اول ناس جبناه من بتروجيت، وكان هو ناشئ ولعبناه ولعب معانا التصفيات بشكل اساسي، وهو لعيب او حارس مرمى يعني يمتلك امكانيات جيده. النهارده حته توظيف الباكين دي هتفرق جدا مع منتخب مصر. كريم عراقي في الباك رايت، واحمد فتوح ناحيه الشمال. لو الاثنين مالوا رجعوا ورا كتير مع اسامه جلال ومحمد عصام واحمد رمضان بيكهام، وبقينا خمسه على صف واحد، هنعمل جاب كبير في نص الملعب. صح، خاصه ان مالي عندهم اليو ديانج ولعيبه نص الملعب لعيبه بتقدر يعني تمتلك مفاتيح اللعب ومفاتيح الكوره. فالنهارده لازم كريم عراقي يزق شويه في وقت من الاوقات، ما يبقاش على خط واحد مع الثلاثه المساكين. انت عندك ثلاثه خلاص، عندك رمضان بيكهام ومحمد عبد السلام واسامه جلال، الثلاثه بيقوموا بنفس الدور. يعني الاقرب دائما اسامه في مثل هذه في الخطه دي تحديدا، يمكن عشان احنا لعبناها كتير، ان دايما بيكون واحد من الباكين اقرب للناحيه الدفاعيه. صح. تمام. والثاني بيبقى اقرب للناحيه الهجوميه. لو كانت عندنا ان انا مثلا بقرب شويه من المدافعين. صح. وجلبرتو او سيد الله يرحمه محمد عبد الوهاب كان بيزود شويه الباكين. صح، على حسب الكوره. والكوره ناحيه اليمين هتلاقي كريم عليها هو اللي زاق وبيضغط من قدام عشان يعمل كمان كثافه في نص الملعب. بالظبط. الثلاثه النهارده بقى مهم، وانت بتهاجم خطوره مالي النهارده، خطوره مالي في مشوارهم في التصفيات، اللي اهلت للتصفيات هنا في البطوله في مصر. دايما فرقه بتلعب على الهجمه المرتده، عندهم السرعات وعندهم ابراهيم بيتحولوا من الدفاع للهجوم في اقل عدد لمسات كابتن فتحي وبسرعه فائقه. النهارده وقفه اسامه جلال ومحمد عبد السلام ورمضان بيكهام اللي انا شايفه يعني هو اقل سرعه شويه من محمد عبد السلام واسامه جلال. الوقفه ما ينفعش الثلاثه يكونوا على خط واحد. ممكن النهارده رمضان بيكهام ينزل يبقى هو الليبرو بتاع منطقه الدفاع عشان يقدر يغطي في السرعات. هي دي النقطه اللي اتمنى ان شاء الله الثلاثه اللي ورا يخلي بالهم منها. بس عايز اسال سؤال بس يا اسلام، يعني دايما انت يعني الشغل اللي بيشتغله كل اللعيبه ده في الملعب هي الطريقه المعتاده 4-3-3 او 4-3-2-1. يعني انا بشوف ان صعب يعني ان مدير فني المنتخب هو اللي يغير. يعني بتبقى صعبه جدا على اللعيبه عشان تحافظ اللعيبه كابتن فاتو قليل جدا، اعتقد تبقى الامور صعبه جدا جدا. يعني ممكن تعتمد على امكانيات اللعيبه. بس خلي بالك مش قصير، المنتخب تم تكوينه من اكتر من سنه وشويه. انت بتتجمع قصدي يعني بص يا كابتن، انت بتلعب مثلا 5-6-7 ماتشات مع النادي بنفس الطريقه 4-3-2-1 او 4-2-3-1، وبعدين تيجي في اسبوع او 10 ايام تغير الفكر بتاعك وتغير الطريقه، اعتقد تبقى صعبه. يعني محتاجه وقت طويل يشتغل عليها المدير الفني، محتاجه تحضير كتير. مش يعني مش مقصود ان انا اللي انا اقصده ان اسبوع كل 6 شهور او اسبوع كل 3-4 شهور عشان تغير الفكر بتاع اللعيبه وعشان تشوف طريقه ثانيه مختلفه، اعتقد هتبقى تنفيذها صعب في المباراه. هنشوف من خلال هنشوف من خلال المباراه، ولكن خلونا نطلع نشوف تقرير المباراه ونسال بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن فتحي وسط الملعب، يعني مش متعودين احنا ان يبقى ناصر ماهر جنب اكرم توفيق في وسط الملعب، اللي هو ناصر ماهر بيبقى الاقرب لشكل. انا دايما بحاول افسر للجمهور بلاعيبه النادي الاهلي، بيبقى اقرب للسوليه مثلا، مش كده؟ بالظبط. فاحنا مش متعودين برضو على ناصر، بيبقى دايما اقرب اللي هو يبقى زي مجدي قفشه كده. شوف يا كابتن اسلام، الموضوع ده الطريقه ده ورق، دي على الورق. لكن خطه اللعب هي اللي هتغير وهتدينا الشكل اداء اللعبه في الملعب. فاحنا مش هنتخيل بقدر الامكان مثلا ايه ثلاثه هم اللي ورا، دي الطريقه اللي هم الطريقه. وقت خطه اللعب يقول لك ايه؟ هيقول لك الكوره لما تكون جايه من ناحيتك، جايه من ناحيه اليمين ايه في عندهم على الشمال، يبقى انت احمد فتوح انت بتقابل. خلاص احمد فتوح رجع ورا، بقوا اربعه، بقى في النص كام؟ ثلاثه، يبقى اصبحت 4-3-2-1. يعني هو الطرق اللعب دي حاجة على الورق مش عاوزين نتخض منها، لكن المهم فيها عشان كده بقول لك الجمعية طريقة تنفيذ الخطة، الخطة بقى اللي هو هيلعب بيها. الخطة من خلال الطريقة دي واجبات كل لاعب. لما نفقد احنا دلوقتي من خلال الطريقة أو من خلال الورق اللي قدامنا، ما هو ما فيش حاجة غير كده. أيوه، بس اللي هو إيه؟ الواجبات بقى بتاع اللعيبة. أيوه يا كابتن. ما فيش حاجة غير كده، اللي هو هيبقى أكرم وناصر الاتنين واقفين أكيد في وسط الملعب. هل إحنا متعودين على ناصر كده؟ مش متعودين على ناصر كده. إحنا مش متعودين. هو بقى خطته ممكن هيحرك، ما هو دي اللي أنا بقوله، بيلعب بواحد وبيزق يعني ناصر قدام. خطته خطة بقى إن أنا
خطه كل مدرب، يعني ممكن نفس المدرب الثاني يلعب بنفس الطريقه دي لكن خطه مختلفه. في حاجه ثانيه، الواجبات. ايوه الواجبات بقى، واجبات اللعيبه. ممكن احمد رمضان بيكم عنده الملكه انه بيزود شويه في نص الملعب، فالنهارده هيوقف اسامه جلال ومحمد سامو الكره معاك وهو يزق شويه، يبقى جنب دور أكرم. ناصر جنب اكرم وناصر يزق لقدام، الكره اتقطعت ترجع تاني، يبقى هي دي الخطه. أيوة. اللي بيقول عليها. لكن هو الخطه هو عايز يبقى في كثافه وقت الثبات. الكره دي امتى او الشكل ده هيبان امتى؟ يبان وقت الثبات، لما تكون الكره ثابته. وقت الكره بتتحرك كل واحد لدوره، وبتخش بقى في الحاجات الصغيره والخصائص بتاع كل لاعب ومهارات كل لاعب، واكيد مهارات اللعيبه اللي كلنا اتفقنا عليها ان مهاراتهم عاليه جدا، لعيبه متميزه، لاعبهم لهم مستقبل. اذا سهل جدا توظف اللعيب اللي هو عنده مهاره. اللعيب اللي ما عندوش مهاره صعب. فانت عندك مهارات، عشان كده احنا قلنا النقطه عنوان او هنا كلمه السر في هذا الجماعيه الفريق. الجماعيه لو قدر ان هو ينجح في اداء الجماعي وتسخير المهارات الفرديه لكل لاعب انه ينفذها، والربط ما بين الخطوط ما بين الدفاع والهجوم والهجوم والدفاع والاتزان ان امتى الهجمه. اكيد يعني كبشاوي ما هو شكلها يخض ثلاثه بس ورا بالظبط، ما احنا عايزين يعني بس نفهم الناس واحده، الباكين ورا دولت الحتتين دولت هيبقوا فاضيين، يعني هتلعب الطويله في الحته دي. هل الباك ده اللي هيطلع وحد من النص، يعني هتلاقي احمد رمضان يطلع بره اتفتح النص وعندهم انت بتقولوا لعيب خطير قدام، يبقى مش هفتح له. ده اكيد هو في توظيف، التوظيف اللي هو والخصوصيات بتاعت كل ده اللي هتبان بقى من خلال من خلال خطه اللعب اللي هو هيبدا بيها الكابتن. تمام. بالنسبه لي مصطفى محمد، او بالنسبه لمعظم الناس اللي بتتفرج على كره قدم، مصطفى محمد بيعتمد اكتر على الكروسات اللي جايه من اليمين او الشمال. مين اللي هيبقى مسؤول عن كده، خصوصا ان في صلاح محسن، ومره تانية بنقول ان هو اقرب ان هو يكون اثنين، يعني الثاني جنب مصطفى محمد. مين اللي هيبقى مسؤول عن الكلام ده؟ بص طبعا يمكن مش هقول لك الثلاثه اللي ورا في خط الدفاع ما لهمش، ما اعتقدش انه ممكن يبقى عندهم مهام هجوميه على الاطلاق يعني. تمام. فانت بتتكلم المسؤول عن الحته دي هو كريم العراقي واحمد فتوح. هم دول الاثنين المسؤولين عن الكروسات العرضيه، لان بطريقه لعب كابتن شوقي غريب اللي احنا شفناه برضه واتفرجنا عليه، احنا بنتكلم من واقع الحاجات اللي احنا شفناها مش من حاجه ثانيه، واقع التكتيك اللي قدامنا والجيم استراتيجي اللي بيلعب بيه كابتن شوقي غريب ده ممكن يتغير في اي وقت، لكن اللي احنا شفناه يا كابتن ان هو بيعتمد على اثنين طرفين فاتحين دايما، ودي هتبقى مشكله منتخب مصر الكبيره جدا في مباراه النهارده، خاصه ان انت مع ان ناصر ان دايما هيبقى اكرم توفيق لوحده في نص ملعب، ودي الازمه اللي حصلت المباراه اللي فاتت. معلش عندك واحد اللي هم صلاح محسن تقصد ورمضان صبحي؟ رمضان صبحي وصلاح محسن دايما هيبقوا فاتحين على طول. بس انا هيبقى عندي هنا علامه استفهام، بس خلص كلامك. تمام. هو المباراه اللي فاتت كان بيعتمد على كده، وما كانش كابتن شوقي غريب بيعتمد على اللعيبه اللي بتعمل الكرات العرضيه، عشان كده مصطفى محمد المباراه اللي فاتت ما شفناهوش قوي، يعني مباراه جنوب افريقيا ما شفناهوش حتى، يعني الحاجات العرضيه اللي كان المفترض اللي بتميز بيها هذه الطريقه ما كانتش موجوده. انت كنت بتعتمد على شكل الطريقه دي ومنطقها في انك انت بتعتمد على الاثنين الطرفين اللي بيلعبوا قدام يا كابتن، على سرعتهم رمضان صبحي او طاهر محمد. طاهر المباراه اللي فاتت لما كان موجود، هم دول الاثنين اللي كنت بتعتمد عليهم، وصلاح محسن والسرعات بتاعته. واضح ان اللي عند كابتن شوقي غريب هو انك انت ازاي تستغل سرعات ومهارات اللعيبه اللي قدام، مش ازاي انك بتلعب كره جماعيه وتشتغل من على اطراف الملعب وتعمل كروسات عرضيه، لان الكلام ده ما شفناهوش المباراه اللي فاتت على الاطلاق. الحاجه النقطه الثانيه اللي بقول لك النقطه السلبيه، ان في الحاله الدفاعيه لو انت اشتغلت بالاثنين اللي على الاطراف دي هيبقى نص ملعب عندك فيه مشكله، لان ناصر برضه ناصر ماهر ما عندوش الحته الدفاعيه دي قوي. بينزل يدافع وده عادي وهياخد مهام دفاعيه، ولكن هو برضو الامكانيات بتاعته مش كده، فانت دايما هيبقى عندك واحد بس يا كابتن اسمر اللي هو اكرم، ودي كانت مشكله المنتخب برضو في مباراه جنوب افريقيا. عشان كده دايما انا هرجع للارقام بلال، دايما بيخش فيه يعني داخل فيه 10 اهداف في 11 مباراه، رقم كبير منتخب مصر. طبعا هو الحته دي دايما فاضيه. جنوب افريقيا المباراه اللي فاتت كان دايما في نص ملعب بيستلم سهله يا كابتن رمضان. رمضان صبحه كان طاهر محمد طاهر على اطرافه معاهم الفريق الثالث، سواء اذا كان صلاح محسن او مصطفى محمد. تمام. كانوا دايما قدام في الحته دي، الباكين فاتحين، ناصر ماهر ما عندوش الملكه وما عندوش حته الضغط ولا حته البريسنج اللي مش بتاعته مش حتته، فكان دايما موجود لوحده اكرم توفيق نص ملعب على اثنين، فكانت جنوب افريقيا دايما بتستلم بالراحه بسهوله جدا. بيشتغلوا بسهوله جدا في نص ملعب، بيوصلوا ل 18 بسهوله جدا. دفاعي
انا بتكلم على الدور الدفاعي مش في الهجوم مش هتلاقي حد يعمل لك كوفرات. برافو عليك يا كابتن. ما هي دي اللي قلت لك انا عامل عنها تسجيل. طبعا لانه انت اسامه هنا عندك رمضان صبحي وصلاح محسن. صلاح محسن اقرب ان هو هيكون جنب هيروح في التحول لوحده لوحده ما خليني اكملها لك بس لوحده هيبقى لجوه. رمضان صبحي اساسا طريقه لعبه بيلعب بايه؟ بياخد من بره خالص زي ما بتشوف في قناه النادي الاهلي. يخش على بياخد من بره ويخش على جوه ما بيعملش اوفرات. اللي بيعمل اوفرات اللي بيبقى جاي من ورا الباكين بقى الباكين كريم عراقي. عشان كده بقول لك هل ده هيبقى ما اعرفش انا مش هل التوازن ده هيبقى موجود؟ يعني انت هنا بيبقى عندك وراك علي معلول في الاهلي بالنسبه لرمضان يعني لان احنا بنتكلم تحديدا ان الناس كلها حاطه الامال على رمضان. خلي بالك هي المشكله مش هتبقى في الباكين، المشكله عندك بالشكل ده اسامه جلال ورا ومحمد عبد السلام ورمضان بيكم وعلى ما اعتقد زي ما بلال قال هيبقى عندهم ثبات النهارده في الناحيه الدفاعيه هيقفوا بشكل كبير. الكره لو راحت ناحيه في ظهر الباك هتلاقي اسامه جلال بيروح وبتحصل عمليه الترحيل. حلو. لو راح ناحيه اليمين بتحصل عمليه الترحيل. تمام. المشكله النهارده اللي هتواجه منتخب مصر بالتشكيله دي في وسط الملعب. في نص الملعب اكرم توفيق هيبقى لوحده النهارده، ناصر ماهر مش هيقدر يقوم بالدور مثلا لو غنام محمد او محمد غنام لاعب الانتاج عنده مواصفات اكرم توفيق مش موجود. ناصر ماهر عنده الامكانيات دي انه يدافع، لا لعيب بيحب يستلم الكوره بيحب يروح في المساحات الفاضيه يلاعب الناس المهاجمين. فحته قلب الملعب في نص الملعب دي الحته اكرم توفيق دي اللي هيبقى فيها معاناه شويه، خاصه كمان ان صلاح محسن مش هيقوم بالدور الدفاعي في نص الملعب، لعيب بيميل للكرات او النواحي الهجوميه اكتر. صح. مع مصطفى محمد. صح. ان في وقت من الاوقات هتلاقي الطريقه اللي احنا بنقول 3 4 2 1 هتلاقيها 3 4 1 رمضان صبحي وهتلاقي اثنين، هتلاقي صلاح محسن ومصطفى محمد في اوقات كتير. وبالتالي اللي انت الطريقه اللي انت بتلعب بيها وبتعتمد على الاساس بتاعها ايه؟ الباك يعني الاوفرات. صح. باكس من اللاعبين اللي هو سواء الباك او عندك الاثنين المميزين اللي انت بتعتمد عليهم اللي هو سواء صلاح او رمضان الاثنين ما عندهمش الطريقه دي يا اسامة. يعني الاثنين دايما الاثنين على الخط. صلاح هيبقى اقرب ان هو يبقى جنب مصطفى محمد فدي كويسه لو جت الاوفر وعدت من مصطفى. بس هتيجي منين؟ بس هتيجي منين؟ ما هو ده اللي انا عايز اوصل له. مين اللي هيعمل الكورسات؟ هو هي دي الفكره. مفتاح هذه الطريقه اثنين. طيب. كريم العراقي واحمد فتوح هم دولت اللي هينجحوا الطريق دفاعيا او هجوميا. هو ده لو قدروا ينجحوها هينجحوها هجوميا او دفاعيا. تمام. وفي نفس الوقت يقول لك الزياده كمان في نص الملعب اللي هتكون منقصاك مع اكرم توفيق. لو في باك من الباكين هي دفاعية بقى مايل على خط واحد ورا وزق شويه وبقى في نص الملعب يقدر يعمل لك الزياده دي يتملكك الكره في وسط الملعب دفاعية. يعني ملخصه ان الاثنين دولت مشكلته اما لو نجحوا دفاعيا او هجوميا هتنجح. عشان كده كانوا دايما ايام مانويل جوزيه كانوا هم اول اثنين بيتغيروا والله. بجد احنا كنا دايما اول تغيير الباك رايت والباك ليفت على طول لانه بيعملوا مجهود. بيعملوا مجهود عشان تشتغل مساحه 100 متر. تشتغل من اول الخط الخط. انت عارف بقى كانت ايام عامله ازاي. عموما هنشوف كل الكلام ده. نتمنى يا رب كل الامنيات الطيبه لمنتخبنا الوطني في هذه المباراه الهامه جدا والصعبه جدا. كابتن فتحي ان شاء الله منتخبنا يكسب بسرعه في كلمه. ان شاء الله باذن الله. يعني هو المباراه مش سهله. المباراه صعبه. تمام. وصعبه جدا. تمام. لكن قادرين ان شاء الله على ملعبنا جمهورنا ان ربنا يوفقهم انهم ينفذوا. تمام. ما يطلبوا منه كابتن بلال ان شاء الله التزام ان شاء الله انضباط يبقى في روح عاليه جدا وروح قتاليه لان الاولمبياد مش هترجع تاني وما بتتكررش يمكن بتتكررش في حياه لعيبه كتيره جدا. صح. اطلاقا يعني فمطلوب الروح القتاليه العاليه اهم من كل شيء. تمام. بعد كده التنظيم طبعا وان شاء الله ربنا يكرم المنتخب. تحرروا طبعا من الضغوط ينسوا كاس الامم فرقه تحت الكبار هم دلوقتي في يعني بطوله ثانيه وعلى ملعبنا وسط جمهورنا. المباراه المالي فرقه محترمه جدا وان شاء الله قادرين ان احنا ان شاء الله نطلع بالمباراه. نص الملعب نص الملعب نص الملعب هو اهم النقاط اللي شدد عليها نجومنا في التحليل في هذا الاستوديو. نتمنى رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله في هذه المباراه تحت الاولمبي طبعا تحت 23 سنه. نتمنى له رب كل التوفيق في هذه المباراه المهمه جدا. الباب اللي هيتفتح ان شاء الله يخلينا لو ربنا كرمنا النهارده نقدر نصعد من بدري. كل التوفيق للمنتخب الاولمبي ولاعبيه وجهازه الفني ان شاء الله منتخبنا يستطيع ان يفوز في هذه المباراه. هسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراه في على قناه تايم وبعد هذه بعد نهايه هذه المباراه هنكون مع حضراتكم في الاستوديو التحليلي مره اخرى لتحليل كل ما حدث اثناء مباراه منتخبنا الوطني ضد منتخب مالي. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني.